تحظى الحيوانات بعناية طبية فائقة، خاصة إذا كانت هذه الحيوانات من الأنواع المهددة بالانقراض، كما أنها يمكن أن تتعرض لعمليات معقدة كغيرها لإنقاذ أرواحها، كما هو الحال لدى الإنسان، ومنها عمليات جراحية بالغة التعقيد لإنقاذها، كإحدى الغوريلات في مدينة بودابست التي تعرضت للمرض بسبب تقدم عمرها، وأحد قرود البابون وهو في زيارة لطبيب الأسنان في كولومبيا، وإنقاذ حياة أحد النسور البيضاء بعد إجراء عملية جراحية له. ذكرت دراسة جديدة أن القدرة على تذكر المواقع والاتجاهات قد تتأثر مع تقطع النوم العميق بسبب توقف التنفس، ووجد الباحثون في دراسة نشرت في دورية العلوم العصبية أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم يكون التذكر لديهم أسوأ فيما يتعلق باختبارات الذاكرة المكانية إذا ناموا بدون استخدام مساعدات التنفس الخاصة بهم، مقارنة بأولئك الذين يستخدمون مساعدات التنفس في المساء. أطلقت شركة HP حاسوباً مكتبياً جديداً من نوع HP سبوراوت المزود بعارض ضوئي ولوحة لمسية كبيرة عوضاً عن لوحة المفاتيح والفأرة، حيث تدعم لوحته اللمسية الإدخال عبر القلم وتتيح التفاعل مع العناصر الظاهرة عليها بشكل مباشر. ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 8، ويقوم العارض الضوئي الموجود أعلى الشاشة بإسقاط الصور على اللوحة اللمسية، مساهماً في التحكم بالعناصر والأيقونات الظاهرة عليها. ويبلغ قياس شاشته اللمسية 23 إنشا بدقة 1080 بيكسل، كما يتضمن الجهاز كاميرا بدقة 14.6 ميجا بيكسل، وماسحا ضوئيا ثلاثي الأبعاد، ومصباحا من نوع LED يعمل بمعالج كور i7 من إنتل، و8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية.